فرض المشهد السياسي بعد الانتخابات حقيقة جديدة في الواقع العراقي ينبغي التعامل معها من خلال إعادة النظر في الرؤى السابقة للحل في العراق وتقديم تقديرات جديدة للمواقف تقوم على إعادة الاعتبار للقوى المناهضة للاحتلال والتعامل معها وفق ما قدمته من جهود وطنية صادقة ورؤية واقعية للتغيير واستشراف دقيق لمآلات النظام السياسي القائم وعمليته السياسية. وفي ظل انسداد تام لأفق أي حل ترقيعي في سياق العملية السياسية الحالية. وهذا الخطاب هو للنظام الرسمي العربي وبعض الدول الإقليمية ودول جوار العراق. إن الحكومة الحالية في العراق هي حكومة تصريف أعمال فحسب، ومن المتوقع أنه ستطول مدتها عدة أشهر حتى تشكيل الحكومة القادمة كما هو معتاد في العراق بعد الاحتلال، بسبب النزاعات بين الأحزاب والكتل السياسية على تقاسم المناصب والحصص الوظيفية. وعليه ينبغي علينا هنا واجب التوضيح لشعبنا الصابر أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي لا يجوز لها أن تقدم على أي عمل أو تتصرف أي تصرف يضر بالعراق ومقدراته. فتاريخ العراق بعد الاحتلال فيه الكثير من الشواهد على خطر التصرفات التي تقوم بها الحكومات المنتهية وتورطها في عمليات الفساد والسرقات وتمرير الصفقات بعيداً عن المسؤولية ودون خوف أو وجل من الملاحقة القانونية. وفي هذا السياق ندعو القوى والجهات والفعاليات المقاطعة للانتخابات داخل العراق إلى تشكيل إطار وطني للتنسيق بينها في المواقف المطلوبة للتصدي للعملية السياسية وميليشياتها. فهي أي القوى المقاطعة للانتخابات المعارضة داخل العراق مع القوى المناهضة للاحتلال المقاطعة للعملية السياسية منذ بداية الاحتلال هما الجهتان الأجدر والأولى بالتحدث عن العراقيين وتمثيلهم، وليس مجلس النواب الذي سينبثق عن هذه الانتخابات، وذلك لاستثمار حالة المقاطعة التي نتجت عن وعي شعبي كبير ومتزايد وتحويل ذلك لعمل سياسي مؤثر لتأسيس المرحلة الوطنية التي يصبو إليها الشعب العراقي بجميع أطيافه ويأمل من خلالها باستعادة حقوقه لتكون بديلاً عن عملية المحاصصة الطائفية والعرقية. وأخيراً نتوجه بالشكر والامتنان للشعب العراقي على موقفه الشجاع من النظام السياسي القائم المعبر عن روحه الوطنية الغالبة ورفضه الصريح لمخرجات هذا النظام الخطيرة، ومنها هذه الانتخابات التي كانت مقاطعتها دليلاً على مدى الوعي عالي المستوى الذي وصل إليه الشعب وقناعته بعدم جدوى الألاعيب السياسية التي تمارس عليه منذ سنوات طويلة. هذه هي أهم النقاط والمحاور التي تم رصدها من قبل القسم السياسي في الهيئة للانتخابات وما جرى فيها وما جرى بعدها وما سيجري. أما النقاط التفصيلية فإن شاء الله سنتناول بعضها من خلال الإجابة على الأسئلة.